الله الرحمن الرحيم. قال أبو الحسن صلوات الله عليه: إن الله عز وجل وضع الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لأموالكم. سؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر إلى السادة؟ الجواب: يجوز إذا كان هو أيضا من السادة، يعني إذا كان المعطي هو هاشمي فيجوز له أن يعطي زكاته إلى هاشمي فقير، أما إذا كان المعطي غير هاشمي فلا يجوز له إعطاء زكاته إلى الهاشمي. يجوز إذا كان هو أيضا من السادة وإلا فلا يجوز، وذلك لأنه تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، لأن زكاة الفطرة من الصدقات الواجبة، لأنه تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين الهاشمي وغيره. نعم، الشخص الهاشمي إن أخرج الزكاة يحق له أن يعطي للهاشمي وغير الهاشمي، أما غير الهاشمي لا يجوز له أن يعطي زكاته إلى الهاشمي. سؤال آخر: لو أردت أن أرسل زكاة الفطرة إلى بلد آخر، هل المناط قيمة الحنطة في بلدي أو بلد المرسل إليه؟ يعني أنا في دولة والذي أريد أن أوصل له الزكاة في دولة أخرى، فالمناط في قيمة الحنطة قيمتها في بلد المستحق أم في بلدي أنا المعطي؟ الجواب: المناط على الأحوط الأولى هو قيمة بلد الإخراج إذا كانت أكثر، وقيمة بلده إذا كانت هي الأكثر. في أي البلدين تكون قيمة الحنطة أكثر فيعطى على حسب ذلك البلد، إن كان في بلد المعطي أو في بلد المستحق للزكاة. والحمد لله رب العالمين.